بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم. ابتدينا المره اللي فاتت قصه الانسان، قصتك وقصتي من الاول في المناقشه مع صديقي اللي بيحكي لنا قصتنا. احنا ما نعرفش حاجات كتير. انت بتسمع حكايه ولادتك ممكن من ابوك وامك، وبعدين الاب والام ممكن يعرفوا من الجد والجده وهكذا. ربنا بيحكي لك القصه من الاول خالص، فيه ذكركم في قصة حياتك. قلنا في قصص خاصة، هتلاقي قصتك مع سيدنا نوح، هتلاقي قصتك مع سيدنا موسى، هتلاقي جزء من قصتك موجود في القرآن الحالية اللي هتحصل في المستقبل، وقصتك القديمة وتاريخك مهم هتلاقيه في القرآن. أول التاريخ ده كان مع سيدنا آدم زي ما اتفقنا. حصل نقاش بين الملائكة والله، بين الشيطان هي بعد شوية والله. الملائكة ما ردتش الأمر على الأمر، يعني مجرد اتناقشت وعرفت وفهمت، قد يكون زي ما قلنا قبل كده مجرد يعني سؤال للمعرفة، لكن ما حصلش اعتراض، ما حصلش انه لأ وانه آدم ده وحش وخلاص. عرفت انه علم، وانه العلم هو الفرق بينه وبين الملائكة، والخليط الرباني ما بين التراب والماء، وبعدين اتحط جوه التراب والماء، ده العلم. عارف انت لما تجيب الكمبيوتر وتحط له سيستم، فانا حطيت سيستم دلوقتي الويندوز مثلا، حطيت سيستم بتاعت ابل اللي هو الماك، whatever. المهم انك بتحط سيستم، السيستم ده العلم. فالعلم مهم جدا جدا جدا. ما تنساش ان اول حاجة اتعلمها ادم هو العلم، الكلمات، وأول حاجة قالها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأ. فمهم جدا القراية، مهم جدا التعلم، مهم جدا ان الواحد يتعلم وان يحط بلان لنفسه، ان يأبجريد نفسه ويتعلم كل شوية جديد، حاجة في مجاله وحاجة ان جنرال وحاجة في الدين. ده شيء مهم جدا، وده اللي يفرق آدم من إبليس ومن الملائكة. اتعلم سيدنا آدم وقال الكلمات اللي هو اتعلمها للملائكة، وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تقدر تقول إن ده ذكر مهم جدا الواحد بيقوله لما يقف أمام عظمة الله في العلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وفوق كل ذي علم عليم. دايما هتلاقي في حد عارف أكتر، فدي مسألة مهمة جدا بتكسر جوه قلبك مسألة الكبر، مسألة وقالوا قلوبنا غلف. خلي بالكم ان الملائكه ما قالتش قلوبنا غلف، ما قالتش ان انا خلاص انا عندي في السابق، انا معاك طول الوقت يا رب، انا موجود في السماء السابعه، احنا اكيد متعلمين منك كتير. لا، ما قالتش كده. يبقى ده الفرق بين الملائكه وبين الانسان العاصي وبين الضال وبين الانسان اللي قلبه اغلق عليه، بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون الا قليلا، سوره النساء. فعشان كده مهم جدا تعرف ان العلم ده هو الحاجة اللي هترجعك للفيرست فيرجن، زي ما بيقولوا كده للنسخة المصنع. فعشان كده العلم لما بيدخل من الباب بيخرج الكبر من الباب الاخر، بيملأ العلم بيملأ القلب بالعلم فيحدث التحلية. وقد حدث التحلية وهو بيكلمنا على امراض القلوب وازاي بنعالج امراض القلوب. فده كان السيستم اللي وضع في سيدنا آدم، وهيبتدي سيدنا آدم يدرك حب الملائكة، إحساس بالغيرة البسيطة كده الحلوة. فعشان كده يدركون مجالس العلم ومجالس قوم يتنون كتاب الله ويتدارسونه في بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده. أدرك سيدنا آدم، وأنا وإنت لازم ندرك، وصديقي بقول له، لأن هم في طائفة في إنجلترا عنده يعني مؤمنة بال هي said to me I believe in angels، مؤمنين بالملائكة. فالملائكة عن طريق الله، انت لازم تؤمن بالملائكة، ده شيء مهم جدا، لكن هي ارسلها الله سبحانه وتعالى الحفظ الكرام البررة، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من حب من امر الله. ناخد بالنا انه حب الملائكة من الايمان، والارتباط بالملائكة من الايمان. وربنا جعلنا نتصل بالملائكة 5 مرات في اليوم، لما بنقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وانت عارف ان ده رقيب وان ده عتيد وان ده شيطان، ده غير ملائكة اللي بتكتب الحسنات وملائكة بتكتب السيئات، وغير الملائكة الحفظة الكرام البررة.
وامي وامهات حضراتكم من الناس اللي اكيد قالت لكم مرة على عين عليها حارس. فدايما تلاقي كده في الحفظة تحبهم. فأدرك آدم حب الملائكة، لأن أنا الحقيقة لما بشوف أن أنا علمت حد، أزنا آدم وعلمت حد، دايما تلاميذي تحبني، مش دايما بس في المجمل كده تحب المعلم. فالملائكة تنظر لآدم نظرة المعلم، نظرة التيتشر، نظرة اللي علمني، تمام؟ فالتزموا آدم، إلا حملت العرش، إلا الملائكة حملت العرش. فلذلك في القرآن لا استكبرت أم كنت من العالين، اللي هم قالوا دول حملت العرش. ففي مجموعة من الملائكة مع آدم، وآدم معناه هشام، ومعناه محمد، ومعناه زينب، ومعناه رشا، ومعناه وهكذا. يبقى إيه؟ يبقى هتلاقي القصة كده كل ماشية كده، إن أنا عند إيه أول حاجة بتعلمها؟ حب الملائكة، حب الملائكة من الإيمان. يبقى أنا رب، خد بالك عملت إيه؟ ارجع تاني للبقرة لأولها، الذين يؤمنون بالغيب. انا بعلي لك بقى ايه، حطيت جواك انت، انا هشام وحضراتكم، حطيت جواك سيستم انك تحب الملائكه، لان حصل نقاش بين الملائكه وادم، سلمت فيه الملائكه ان ادم اعلم منها، وان بنيه سيكونون اعلم منها، وان بنيه سيؤثرون في الناس ويكونون سببا رئيسيا لعباده الله في الارض. طبعا الجزء الطيب، لان ادم هيجيب جزئين بعد شويه، قابيل وهابيل. يبقى اذا ايه، انا بعلي لك الايمان ويؤمن بالغيب، وبعدين هشيل من قلبك طبع الله على قلوبهم، او ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم. هشيل من قلبك لو ادركت ده، لو انت هتحل، احنا بنحل المشكله اللي موجوده مع الكافرين. كويس. حاجه بقى المهمه جدا، ادراك خطوره بعض الغيبيات. يبقى انا عندي الغيبيات بقى، خلي بالكم جزء منها كويس جدا، الملائكه برتبط بيها وبسلم عليها. طيب ادراك خطوره بعض الغيبيات اللي انا ما بشوفوش قدام عيني، اللي بني ادم كلهم ما يقدروش يشوفوا الملائكه ولا يقدروا يشوفوا الشيطان. طب ازاي ندرك بقى الخطوره دي، وان اللي هيمشي على شاكله الشيطان هو الشيطان؟ عمل ايه؟ امر الله سبحانه وتعالى بعد ان كان آدم المعلم، وكان إبليس من الملائكة، إبليس كان من الملائكة، وكان يسمى طاووس الملائكة. يعني طاووس الملائكة، لأنه عبد الله على اختيار. هو الشيطان ليه اختيار، الشياطين لهم اختيار، فسدوا في الأرض فاختار الشيطان عبادة الله الواحد، فربنا سبحانه وتعالى علاه وبقى من الملائكة، وبيسموه طاووس الملائكة. وبعض العلماء سمعتهم بيقولوا أنه كان إبليس طائع جدا من العباد، دخلوا الكبر. هي دي المسألة بقى، آدم أدرك أنه إبليس الجميل ده اللي هو دلوقتي، اللي هو كان جميل يعني، اللي هو العابد اللي بيسمى طاووس الملائكة، اللي هو مفضل على الملائكة في الوقت ده، دلوقتي هيطرد من الجنة بسبب الكبر. يبقى دي مسألة الاعتماد على العمل يا جماعة، اللي اتكلم فيها ابن عطاء السكندري. ده بالعكس، كل ما تعتمد على العمل تبقى مشكلة، وكل ما تعتمد على رحمة ربنا تبقى أحسن. أنا مش بقول لك ده بنقلل من الأعمال، لكن يعني من علامات لاعتمادي على العمل مقصود رجائي عند فقداني، عند وجود الزلل. يعني إن الواحد ما يبقاش دايما طول الوقت في رجاء، دايما الأحسن إن أنا أكون في رجاء، الأحسن إن أنا طول الوقت يبقى معايا المسبحة وأقعد أعد كده رجاء واستغفار، وبعرف إن مهما عملت من عمل، ولذلك أنين المذنبين خير من طاعة المرائين. ادي الفكرة، شفت هنا الفكرة، ان انت هتكشف بقى لما تعمل طاعة، او هتكشف لما تعمل ذنب، نفهم حقيقتك، وان الكبر هو مدخل، هو سبب كل شر، هو سبب كل طرد من الارض، طرد من رحمة الله، من الجنة، زي ما حصل مع ابليس، طرد من الجنة. إبليس موجود مع الملائكة في المشهد ده، فربنا سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة سجدوا لآدم، وكان معاهم بقى إبليس على إنه من طائفة الملائكة، أظنه ده نوع من أنواع السليكشن، يعني اختيار كده وتقدير لي. إلا فربنا بيقول فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الاستكبار كفر، الاستكبار على الله كفر. مش بس الكفر انك ما تبقاش مؤمن بيه، انك ما تبقاش نون بليفر،
لا، الكفر انك تستكبر على الله، انك تفهم ان عبادتك دي زي تيجي يوم القيامه وتقول له لا ده انا عبادت كتير جدا، انا صمت وفلان ما صمش، ده انا مش عارف، بس انا اديتك نعمه انت قدامها انت ما تعرفهاش، قد تكون نعمه النظر، قد تكون نعمه الاب والام، قد تكون نعمه انك بتمشي على رجليك، قد تكون نعمه قلبك، قد تكون لانك انت بتشوف كل يوم قد ايه في امراض وقد ايه في فقر وقد ايه في. فانا برضو ما انت لو وضعت نعمه النظر قدام عباده 100 سنه هترجح عبادة النظر، ترجح نعمة النظر. فعشان كده جه هنا سيدنا آدم بيتعلم تواضع الملائكة وكبر إبليس، ولذلك مهم جدا التذلل إلى الله. عبادة ناس كتير جدا تنقصها، كل ما تتذلل إلى الله كل ما بتدي تعالج المشاكل اللي جوه قلبك، مفاسد قلبك، كل الكبر اللي موجود جوه قلبك، لأن زرع الكبر، زرع النقطة السوداء اللي طلعت من قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي اتغسل بقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل مرتين، مرة في قيل ده مرة مع حليمة السعدية وهو صغير خالص، وقيل مرة لما طلع للإسراء والمعراج. لكن المهم حظ الشيطان أو نصيب الشيطان أو الحكاية دي موجودة فينا كلنا، زرع جوانا، أنا شفت المشهد فزرع جوانا مسألة إن أنا الأفضل دي، أنا الأحسن، دخلت جوه قلوبنا. طيب إزاي بنعالجها؟ ولذلك إيه صلى الله عليه وسلم، أعني على نفسك بكثرة السجود، أسجد لرب العالمين. الملائكة هنا ما كانتش هتسجد لآدم من باب العبادة، لا، الملائكة تسجد لآدم من باب الطاعات، ودي كانت موجودة في السابق، إن السجود علامة على الطاعة، إن الركوع علامة على الطاعة، زي ما بتنحني كده للجمهور أو تنحني يعني ما اعرفش فين للملك او تفر. فهنا جت فكره العلامات الايه؟ الطاعه لادم. طيب هو رفض السجود، فانت تسجد لرب العالمين، تتذلل الى الله، ينكسر قلبك، يبتدي بقى يطلع منها نصيب الشيطان. كل واحد فينا دخله حظ من حظوظ الشيطان. ازاي تقاوم الجزء الشر من الغيب؟ انك تتذلل الى الله، انك تقول يا رب مسكين ببابك، فقير ببابك، ضعيف ببابك، ليس لي رب سواك، ما عنديش طاعات يا رب، ما عنديش طاعات، يعني ما عبدناك حق عبادة. وده حقيقي بالذات في الزمن ده، يعني لم يأتي احد بعبادة يعني تذكر مهما عبدت، يعني انا بكلم عن نفسي، مهما عبدت لم يأتي احد بعبادة تذكر. كم نقصر في الصلوات، كم نقصر في الصلاة في وقتها وهكذا، وكم يعطينا من نعم. يبقى انا خلي بالك ايه، حب الملائكة من الايمان، تخيل الملائكة من الايمان، الاستعاذة من الشيطان الرجيم من الايمان، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والتذلل الى الله، الانكسار الى الله، عني على نفسك، تحس ان هي زي ايه، قال له انا عايز اكون في الجنة، سيدنا ربيعة بن كعب الاسلامي، فقال له ايه، اعني على نفسك بكثرة السجود، كأني اعني على قلبك، فعلا النفس هي القلب، أعني على قلبك بكثرة السجود. التذلل إلى الله والانكسار إلى الله ده علاج النهاردة لأمراض القلوب. إن شاء الله بكرة نكمل تدبرنا ونكمل حوار مع صديقي الحائر، ابتدينا بالمرض ودلوقتي مع العلاج، مع أول قصة، أول قصة كانت في حياتي وحياتك ولسه مستمرة إلى الآن، الملائكة على اليمين والشمال، ما تنساش تصلي وتسلم عليهم وانت متخيل، وما تنساش تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.